بنرحب بحضراتكم من جديد. وزي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان مدينة العالمين الجديدة أو مهرجان العالمين بيضم العديد من الفعاليات المختلفة، وخليني أقول بقى وأركز على الفعاليات الرياضية. فأنا شخصيا بحب جدا البينت بول، لو أنت ليك في لعبة البينت بول جرب في مهرجان العالمين تلعبها. خلونا نشوف دلوقتي تقرير عملته زميلتنا جمعنا ماهر عن البينت بول في مدينة العالمين الجديدة عامل إزاي. مشاهدينا في كل مكان برحب من حضراتكم، وزي ما وعدناكم هنكون معاكم في تغطية خاصة للنسخة الثانية من مهرجان العالم عالمين، معاكم في كل الحقيقة الفعاليات والأنشطة الترفيهية اللي موجودة في المهرجان. كل يوم هنكون معاكم على مدار حتى أيام المهرجان من 11/7 وحتى 30/8. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، الحقيقة إنه مهرجان العالم عالمين هو مهرجان لكل الفئات ولكل الأعمار، بجانب المهرجانات كمان اللي موجودة داخل مهرجان العالم عالمين، لكن كمان في أنشطة ترفيهية لطيفة جدا مرة تانية لكل الفئات ولكل الأعمار. من ضمن الأنشطة دي الحقيقة نشاط لطيف جدا، وهو نشاط خلينا نقول لعبة ترفيهية اسمها البينت بول. خلينا نعرف أكتر عن البينت بول، إيه أخبارها؟ ونعرف كده شوية تفاصيل عنها من عمر المختار مدير التنفيذي لشركة كود بينت بول. ازيك يا عمر؟ يا جمانة وبالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أولا ببارك لك طبعا على الكورت بتاعت البينت بول هنا، ويعني احنا شايفين بقى تجهيزات وشايفين في ثيم وسين كده موجود، لا احكي لنا ايه الموضوع ده؟ احنا بدايتنا من 2008 في كود بينت بول، وهي جايه بنختصر كلمه كول اوف ديوتي ان ايجيبت، واحنا مبسوطين ان احنا موجودين هنا في العالم العالمين. مدينه كان زمان فيها الغام زي ما حضرتك قلت، واتحولت لمدينه ترويجيه وسياحيه، واحنا الديزاين دوت اقتبسناه من ايام الحرب العالميه اللي كانت هنا، نظام الصحراء والبراميل والحاجات دي كلها، واحنا عملناها هنا كسيميوليشن، يعني كل الاعمار يقدروا يلعبوها بدايه من 8 سنين، او اي حد يقدر يلبس اللبس والمعدات وسلاح 6 كيلو يقدروا يلعب. 6 كيلو؟ 6 كيلو بالظبط، عشان دوت مسدس بيعتمد عباره عن حديد في حديد، فهو وفي ضغط هواء وفي سوست وكده، فهو بيعتمد على الضغط ده كله، فهو وزنه 6 كيلو. في الاول بيعملوا انستراكشنز، تعليمات الجيم ماشيه ازاي. الماسك دوت بيبقى بروهبيتد ان هو حد يقلعه خالص، اول ما حد ممنوع حد يقلعه، ده احنا مش بنهزر فيها اصلا، فعشان احنا السيفتي كام فيرست اول حاجه، ودوت اللعبه احنا ده لازم يكون السيفتي ميجر عاليه عندنا جدا، فدي تعليمات تبقى صارمه، ما حدش بيقلع الماسك خالص. انا بجد مبسوط باللعبه والمكان كمان كويس، واحسن حاجه ان هو كمان في موسم من يعني العالمين، وانا مبسوط جدا باللعب يعني والله. طب انا محتاجك تكلمني على البدله، انا سمعت من استاذ عمر ان هي 6 كيلو، انه الجان او المسدس بالبدله والافرول، وفي فيست تحت الافرول يعني. لا ده انت اكشن كلها بتحب اللعبه قوي. اه بالظبط، انا اصلا كنت بلعبها يعني في اكتر من فرع تبع الشركه يعني. قولي بقى الشخص اللي حابب يلعب بينت بول لازم تتوفر فيه ايه المعايير اللي لازم تتوفر فيه؟ رقم واحد الشجاعه. رقم واحد جاي خطر قوي، جاي ينبسط طبعا، بيبقى جاي هو واصحابه، الحاجات دي بتطلع من جوه البني ادم اي كبته او اي حاجه، ممكن الناس تبقى خارج داخله متضايقه تخرج من جوه مبسوطه. طيب قول لي بالنسبه لموضوع بقى التنشين والحاجات دي ايه موضوع؟ هو الايم بتاعنا ده بريشر، ده ضغط هواء بيبقى بتتحسب على اول مثلا على اول طلقه والكلام ده كله بيضربها، بيبتدي بعد كده بيعمل التارجت بتاعه على الهدف. دي رياضه يعني، هي احنا بنحاول كمان ندخلها في الاتحاد باذن الله ربنا يكرم. دي رياضه اصلا موجوده بره، ليها بطولات وليها منتشات كتيره، بيعملوا فرق وبيطلعوا كامبين، بيطلعوا في الصحراء وبيبقوا اعداد اصلا يعني بره، بيعملوا اعداد مهوله 50 فرد قصاد 50 فرد، وبيطلعوا يعملوا كامبين يقعدوا 3 ايام في الغابات ومعسكرات، اه بيبقوا عاملين معسكرات والكلام ده كله.